هذه الوقفة يعني تأتي في سياق وقفات سابقة أعلن عنها ائتلاف النقابة للجميع. هي وقفات تضامنية مع زميلنا المعتقل سياسيا المحامي المتدرب أحمد خصيب، وهي يعني تأكيد لرفضنا واستهجاننا لاستمرار ممارسات الاعتقال السياسي في أي مكان مورست فيه، سواء كانت في الضفة أو في قطاع غزة أو أي اعتقال يمارس على خلفية الانقسام الفلسطيني الأسود. وهي أيضا دعوة لأنه لا يمكن تجاوز هذه الحالة التي عصفت بالنسيج الوطني الفلسطيني إلا من خلال الذهاب إلى يعني التصويب البوصلة الديمقراطية والذهاب إلى انتخابات عامة رئاسية وتشريعية لإعادة الاعتبار لمبدأ سيادة القانون ولمبدأ التداول السلمي للسلطة، لأن بدون ذلك سنبقى نغوص في هذا الوحل وهذا المستنقع الأسود الذي يعني يحطم صورة النضال الفلسطيني ويعني يقوض النسيج الوطني الفلسطيني. هاي الوقفة الثانية لأحمد وما شفناش أي نتيجة. أنا شايف حتى المحامين يعني بتراضوا عن موضوع القانون، يعني زميل من زملائهم وقفتهم معاه يعني شو اسمه على استحياء. الأصل إنهم هم المحامين هم وجه البلد وإنهم يعززوا القانون في البلد وما يتركوا الحبل على الغالب في الاعتقالات والاختطافات العشوائية واللي ما إلها أي سند قانوني أو مسوغ قانوني أو أخلاقي أو قيم. رسالتنا إحنا كأهل أو والد المختطف أحمد خصيب، إحنا بنرفض كل هذه الإجراءات شكلا ومضمونا ضد هذا الاختطاف اللي ما إله أي مسوغ قانوني، ونطالب بإطلاق ابننا على الفور.